لا أعرف، أنا لا أعرف، أنا لا أعرف. لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، أنا لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، أنا لا أعرف، أنا لا أعرف، أنا لا أعرف، أنا لا أعرف. سلمان بسرعة، هل جربت الصيد سيد مردين؟ أجل جربت، أنا صياد ماهر من بعدكم. جيد، لاحقا سأصطحبك بدلا من شقيق زوجتي. لي الشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تأخرنا يا سيد حسني على موعد الصيد. أنسيت؟ أنا من عرضت عليك فكرة الذهاب للصيد. ما الذي حدث اليوم؟ منذ سنوات أدعوك وأنت ترفض دائما، ما الأمر؟ لما تستغرب؟ من يأتي معك إلى الصيد سيعتاد على ذلك. بعد مغيب الشمس نأخذ خيلنا ونخرج إلى كرتبي ونبيت ليلة هناك، جوها جميل. بعد صلاة الفجر فورا نقتنص الطرائد. بإذن الله. إن شاء الله. لم يعد يونس؟ لم يعد يا شيخي. أين كنت كرباش الحلوة؟ تعالي تعالي، أهربت من المنزل؟ هل كان من الصعب عليك أن تصطادي خارج هذه الديار؟ كلبتي عادت لديارها. نحن نعرف جيدا كيف نضع طوقا على رقبتك ونشدك. تذكري. هذه عاقبة الظالمين. إنه القاضي يونس. هذا هو عدو الله. هذا عقاب.